قادر الخبز بالزيتون والجبنه. في هنا جبنه بارميزان، لو انتم ما عندكوش جبنه بارميزان ممكن نحط اي جبنه تانية ما فيش مشكله، جبنه رومي مبشوره قديمه، لكن هي الجبنه البارميزان اخف في الدسامه شويه. عندي كيو كوبايه ونص من الدقيق العادي، كوبايه ونص من الدقيق العادي وكوبايه ونص من دقيق كامل الحبه، ده موجود في السوبر ماركت اللي هو دقيق القمحه الكامله يعني ما فوق مش منخول يعني. عندي معلقه خميره ورشه سكر ورشه ملح، نص كوبايه من الجبنه البارميزان واربع ثمرات طماطم مشويه ونص وواحد ثمره فلفل احمر مشوي، وكمان عندنا معلقتين زيت زيتون ومعلقتين من الزعتر. نقول تاني، كوبايه ونص دقيق اللي هو احنا بنسميه دقيق اسمر اللي هو بيبقى بالحبه الكامله، وكوبايه ونص من الدقيق العادي ونص كوبايه من الجبنه البارميزان وكوبايه من الزيتون الاخضر المخلي، زيتون اخضر مخلي، وفلفلايه حمراء مشويه واحنا قطعناها، واربع ثمرات من الطماطم المشويين هقول لكم شويناهم ازاي، ورشه ملح ورشه سكر ومعلقه خميره ومعلقتين من زيت الزيتون.